بعد 9 حلقات من كورس أساسيات التشريح جه الوقت للحلقة رقم 10 والأخيرة، فيلا بينا. ومساء الخير أصدقائي، مساء الخير متابعي قناة دكتور هيرو، أهلا وسهلا بيكم في الحلقة رقم 10 والحلقة الأخيرة من كورس أساسيات التشريح. ما كانش ينفع نخلص الكورس من غير ما نتكلم عن الريسبيراتوري سيستم أو الجهاز التنفسي. في فيديو الدايجستيف سيستم اتكلمنا على إن الدايجستيف سيستم أو الجهاز الهضمي بيبدأ من الأورال كافيتي. هبقى بضحك عليك لو قلت لك بإن الأورال كافيتي ما بيدخلش معانا في الريسبيراتوري سيستم. هو بيدخل معانا في الريسبيراتوري سيستم ولكن بالشراكة مع النيزل كافيتي. كلمة نيزل جاية من نوز اللي هو الأنف، فنيزل كافيتي هو التجويف الأنفي. فالأورال كافيتي مع النيزل كافيتي الاثنين بيدخلوا هواء، مفيش حد فينا بيقفل بقه وبيتنفس من مناخيره بس، فغالبا بنتنفس من الاثنين مع بعض. فلو بدأنا الريسبيراتوري سيستم من الاورال كافيتي والنيزل كافيتي، بعد كده الهواء بتاع الريسبيريشن او التنفس بيروح فين؟ بيعدي في البدايه على الفارنكس. قال لا، احنا مش اتكلمنا على ان الفارنكس ده جزء من الدايجستيف سيستم؟ ايوه بالظبط، الفارنكس بيعدي منها الهواء وبيعدي منها الاكل، وبعد كده بيتفرقوا. الهواء بيروح للمجرى بتاعه والاكل بيروح للمجرى بتاعه. طب مش ممكن الاثنين يتلخبطوا والاكل يدخل في مجرى الهواء؟ ده فعلا بيحصل لما احنا بنشرق او بيحصل لنا اختناق، فعلا بيبقى الاكل دخل في مجرى الهواء. ولكن الطبيعي ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الايبيجلوتس. الايبيجلوتس ده لسان المزمار اللي بيقفل مجرى الهواء اثناء الاكل، والايبيجلوتس ده ما بيتلخبطش وبيفتح مثلا بالخطا الا لو احنا بنضحك او بنعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت مع الاكل. عشان كده مامتك بتقول لك ما تضحكيش وانت بتاكلي عشان الايبيجلوتس ما يتفتحش والاكل يدخل في مجرى الهواء. رحنا مع بعض على جهاز الكمبيوتر، فهنشوف مع بعض كده زي ما احنا شايفين بان احنا في عندنا الهواء هيدخل اما من النيزل كافيتي، من النيزل كافيتي من هنا، او من الاورال كافيتي. في الحالتين مش فارقه، كده كده الهواء داخل، ولكن طبعا الافضل ان الشخص يتنفس من النيزل كافيتي عشان بيبقى فيه نظام فلتره او نظام تنقيه للهواء اللي داخل في الانف مش زي في الفم. لما الهواء بيدخل من النيزل كافيتي، فدي الحته اللي اسمها فارنكس. الفارنكس دي الحته المشتركه اللي ما بين الاورال كافيتي او ما بين الدايجستيف كانال او القناه الهضميه والقناه التنفسيه. طبعا هنا موضح لنا بان الطريق بتاع الاكل بيبقى ورا الطريق بتاع التنفس، بس هنا قصه كده مش مكمله عشان هو عايز الجهاز التنفسي بس. فاحنا عندنا الطريق التنفسي في البدايه او قدام زي ما احنا حاسين كده، والطريق بتاع الاكل بيبقى وراه. فعشان كده لما الاكل يعدي من فوق مجرى الهواء لازم يكون مجرى الهواء مقفول بالايبيجلوتس زي ما احنا قلنا. ودي التراكيه زي ما احنا شايفين كده، التراكيه من بعد اللارنكس لعند ما تنزل تحت وتتقسم وتروح للرئتين. التراكيه زي ما احنا شايفين هي حاجه غضروفيه، غضروف، ما هياش عظام وما هياش عضلات، لا هي حاجه غضروفيه بيعدي منها الهواء. وبرضه نقدر نحس عليها بايدينا هنا، نقدر نحس التراكيه. بتفضل التراكيه نازله لتحت لعند ما تتقسم زي ما احنا شايفين كده لتو مين برونكس، لبرونكس اساسيه. يعني ايه برونكس اصلا؟ البرونكس هو عباره عن القصيبات، دي اسمها قصبه، ولما بتتقسم بتبقى قصيبه، فبنسميها برونكس يمين رايت برونكس وليفت برونكس، او الاثنين مع بعض جمعهم برونكاي، برونكس جمعها برونكاي. فالتراكيه اتقسمت الى 2 برونكس، وبعد ما تتقسم كل برونكس منهم بتتقسم بقى لحاجات اصغر واصغر واصغر وهكذا. انا مش حافظ المصطلحات العربيه بتاعتهم، ولكن هي بعد ما تبقى برونكس بتتقسم الى برونكيول، برونكيول ده حطينا حرف ال فبقت تصغير لبرونكس وهكذا. فدي التراكيه اتقسمت لرايت برونكس وليفت برونكس، وكل واحده اتقسمت لبرونكيول اصغر واصغر وهكذا، لعند ما في الاخر توصل لمستوى الدم بحيث يقدر يدي الهواء للدم او يديله الاكسجين وياخد منه ثاني اكسيد الكربون. طبعا عمليه التبادل دي بتتم جوه اللنج، لنج اللي هي الرئه، ولو المصطلح اللاتيني بتاعها فهو بالمونري، بالمونري. اما عمليه التنفس نفسها فالمحرك الرئيسي بتاعها هو العضله اللي تحت دي اللي انتم شايفينها اللي اسمها ديافرام، ديافرام او اللي بنسميها باللغه العربيه تقريبا الحجاب الحاجز. فالديافرام فيها حرف الجي مش بيتنطق، هي الديافرام. فالديافرام ده هو اللي لما بينقبض وبينبسط فبيطلع وبينزل، فبيسمح للرئتين ان هم يتملوا هواء وبعدها يفضوا الهواء اللي جوه. في معلومه بسيطه هنا بتقول لك بان لو واحد اتخنق او دخل في حته اكل في المجرى بتاع الهواء فليه بتروح على الرئه اليمين مش الرئه الشمال؟ لان الرايت برونكس استقامتها جايه مع استقامه التراكيه اكتر من الشمال. زي دلوقتي لو انا قلت لك انا دراعي مفروض كده، فلو حطيت كوره هنا هتتزحلق، اما لو دراعي عامل كده فلو حطيت كوره فمش هتتزحلق، هتوقع من هنا. فبالتالي نفس الوضع، لما جسم غريب بيدخل بيبقى اسهل له ان هو يروح الرايت لانج عشان الرايت برونكس على استقامه التراكيه. فالريسبيراتوري تراكت او المجرى الهوائي هو عباره
عن النيزل كافيتي، بعدها الفارنكس، لارنكس، تراكيا، البرونكاي، وبعدها اللنج نفسها والديافرام من تحت. بالنسبة لعضلة الديافرام فهي عضلة غير إرادية، يعني احنا مش بنتحكم في النفس بتاعنا، بس قدرتنا على التحكم بيكون بجزء بسيط، هو ان انا وانا بعمل ريسبيريشن او تنفس، فالريسبيريشن بيكون عبارة عن شهيق اللي هو انسبيريشن واكسبيريشن اللي هو الزفير، فانا ده ما اقدرش اتحكم بيه، بس اقدر احوله من انسبيريشن عادي لانسبيريشن فورسد. فورسد يعني قوي، يعني اعمل، فده بيبقى بقدرتي انا، بتحكمي انا. هل انا كده بتحكم في الديافرام؟ لا، اللي بتحكم في الموضوع ده هو العضلات بتاعة الضلوع اللي بسميهم اكسسوري ماسل، العضلات المساعده او العضلات الاضافيه دي اللي بتخلي اللنج انها تتنفخ بزياده، فانا بعمل وبتخليها برضو تتفرغ بزيادة او تتعصر بزيادة، فدي العضلات اللي هي ارادية مش الديافرام. الديافرام نازل طالع ماليش علاقة بيه. وبس كده، دي كانت لمحة عن الريسبيراتوري سيستم، وبكده نكون خلصنا كورس اساسيات التشريح، فاتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من هذا الكورس. انا عارف ان بعض المعلومات كانت فيه سطحية مش عميقة، ولكن انا كنت قاصد انها تبقى اساسيات، لان انا ما كنتش بشرح منهج التشريح بتاع جامعة معينة، كنت بشرح الاساسيات اللي لازم تكون عارفها قبل ما تبدا مادة التشريح. فلو انا قلت معلومة فادتك فده توفيق من رب العالمين، ولو انا قلت معلومة مغلوطة او ناقصة فده تقصير مني، فاتمنى انك تكتب لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي عجبتك في الكورس، وايه المادة الثانية اللي انت عايزنا نبدأ بيها ان شاء الله بعد مادة التشريح. ما تنساش تمتحن الامتحان اللي في صندوق الوصف، وان شاء الله نتقابل في الكورس الجاي. ما تنساش تتابعني في فيسبوك وتويتر وانستجرام، ولو احتجت حاجة ادي العيش لخفاسة. سلام.